استاذ احمد، ومن حين لاخر يظهر الفساد في مجالات كثيره. مش عارف ينظر الفساد من منظور طيب لا يرش او شبه ذلك، فساد في فساد اخلاق وفي فساد اداري. حتى انا ما تعطيش فرصه للطالب وانا صح الورقه الامتحانيه واعمل تمييز او اعمل تقييد او اعمل بظلم الطالب على حساب الطالب عشان اعمل حاجات معينه، ده نوع من انواع الفساد. ومنشا كل هذا الفساد هو الفساد الاخلاقي اللي هي تربيه الناس.